Teşekkürler. هاي ما صرت الزيت دغري يعني شو بدنا نعصر نعصر مثلا زيت حبة البراكي زيت دوار الشمس زيت صاش شعر هاي بهارات شكرا هاي صابون هلا صابون وبهارات حد بعضهم بيطلع طعمة البهارات صابون هذا ملح الهيمالايا ملح الهيمالايا ما بيعرف قيمته ولا بده يسألني شخصيا هذا الشتلك هذا للسكس يعني لما حدا بده هيك يعمل 20 حصان زيادة بياخذ منه حتى ملح الهيمالايا للغسول والغطسات وإن شاء الله هاي زهرة الباباتيا مثل زهرة البابونج عنا هاي كمان زهرة ثانية هدول السدر وكذا هذا ورد وما ورد أشياء هذا الشتلك شغلات هذا كمان الكلاوي ياخذوه هذه الأفف أفف هاي تبع الأحسني والأفراس تبع شغل الفلاحة يعني هذا السراج سراج هون نحن بنصنع المنكوشات والأشياء هاي مثلا مشاط الأرض مشان العشب شناجر أشياء للحفر والنفر نحاسيات نايف سكاكين منجل هاي سياخ الشوي أجراس للخيل زيني للخيل جناجير للخيل ريح الكاميرا عن النسوان احنا بنقول عم نصور النسوان شناجل سكاكين جميع انواع السكاكين مشاوي مناقل المشاوي تبع اللحمة سيارتي الحبيبة هاي المناقليات هلا نطلع وباي باي